قائمة بنسبة 24.64%. تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 18.79%. وجاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 15.96%، بينما حل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات رابعا بنسبة 13.58%. وبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على 68.29% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على 8.28%، فيما اتجه الأجانب نحو البيع وحصلوا على 23.43% من التداولات. يأتي هذا فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء وحصلوا على 52.14%، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع واستحوذت على 47.85%. الأسهم الأكثر ارتفاعاً تصدرها سهم العربية لمنتجات الألبان أرب ديري بنسبة 7.95%، تلاه سهم العز الدخيلة للصلبة الإسكندرية بنسبة 6.8%، ثم سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 5.86%، تلاه سهم مصر للألومنيوم بنسبة 5.84%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فتصدرها سهم الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبي الجديد الإسكندرية بنسبة 7.29%، ثم سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.36%، تلاه سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 4.11%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 3.57%. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنبدأ تحليلنا مع الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونستكمل حلقة اليوم من برنامج مؤشر النيل، وفيها ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو نصف مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 500 مليار ومليار و600 مليون جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 452 مليونا و200 ألف جنيه. لمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد. دعنا أولا ومشاهدينا الكرام نخرج إلى تقرير يرصد أداء البورصة المصرية إجمالا، ثم نعود لنبدأ تحليلنا مع الأستاذ محمد سعيد. وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابله عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 501.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 452.2 مليون جنيه. النهاردة أداء السوق كان متفاوت شوية، يعني كان البداية كان السوق في المنطقة الحمراء، وبعد كده حصل برضو يعني عمليات شراء في الأسهم القيادية زي سهم السي اي بي مثلا، وبعدين بعد كده برضو حصل عمليات بيع قوية. دلوقتي السوق يعني احنا السوق منفس تقريبا ما يقرب من 450 مليون جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جي اكس 30 تراجع بنسبة بلغت 16% ليبلغ مستوى 8742.42 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي اكس 70 بنسبة بلغت 54%. في المقابل ارتفع مؤشر جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 4%.
طبعا احنا النهارده تداولاتنا كان الفوليوم متوسط 437 مليون. كان عندنا مبيعات من الاجانب من المؤسسات، كان عندنا الشراء النهارده كان بالنسبه للعرب، بالنسبه للمستثمرين الافراد والمستثمرين المصريين. السوق المصري استهل تعاملات الاسبوع كان على ارتفاع بالنسبه للمؤشر الرئيسي، حاولنا يوم الاثنين نكسر مستوى 8800 ما قدرناش. النهارده برضو حاولنا نكسر نفس المستوى والسوق من عنده ابتدى يتراجع، ده بالنسبه للاي جي اكس 30. بالنسبه للاي جي اكس 70 كان عنده نقطة مقاومة عند 475، برضو نفس الوضع ما قدرش يتخطاها مع بدايات الأسبوع وتراجع من عندها، ابتدت عمليات جني أرباح. الخبراء بالسوق أكدوا أن البورصة لم تتمكن من الحفاظ على مكاسبها الصباحية التي حققتها في بداية الجلسة نتيجة تضارب التصريحات حول مصير قانون ضريبة أرباح البورصة، مما أدى إلى تبديل المؤشرات لاتجاهها السعودي، مطالبين الحكومة بسرعة إنهاء الجدل حول هذه الأزمة واتخاذ موقف موحد حتى لا يترك المجال للمضاربين والشائعات بالتلاعب بالسوق. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نبدأ تحليلنا مع الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بك مرة أخرى أستاذ محمد. يعني البورصة شهدت تباين في أداء مؤشراتها، إي جي إكس 30 و 70 و 20 شهدوا انخفاضات، فيما ارتفع إي جي إكس 100 ارتفاعا هامشيا بسيطا حوالي 4%. تقييم حضرتك لأداء المؤشرات النهاردة في جلسة تعاملات نهاية الأسبوع؟ يعني الإغلاقات اللي على انخفاض دي جات في النص الثاني من الجلسة، لكن في بداية الجلسة كانت شهدت ارتفاعات وغلبة للاتجاه الشرائي في البورصة. يعني بعد مرور نص ساعة كان الارتفاعات جماعية وقوية على كل المؤشرات. النهاردة يعني احنا وصلنا بعد مرور الخمس أسابيع اللي فاتوا دول ان احنا لما البورصة تبقى نازلة يعني انخفاض طفيف زي اللي حصل في جلسة النهاردة بنبقى سعداء، مع ان هي منخفضة، لان احنا طبعا شفنا ايام بصراحة كانت صعبة جدا. فالنهارده يعني جاي بعد ارتفاعات قويه كانت في جلسه الثلاث، وكان في ارتفاعات قويه في جلستين هذا الاسبوع. فالمحصله في النهايه في تداولات هذا الاسبوع كانت تداولات ايجابيه، وده بالرغم من تصريحات وزير الماليه مرتين، مره في عطله نهايه الاسبوع ومره في جوست الاسبوع عن موضوع الضرائب. وده بيؤكد ان يعني بعد مرور اسبوع بثلاث جلسات انخفاضيه وجلستين ارتفاعات ومحصله ايجابيه اجمالا، ده بيؤكد ان السوق في سبيله لانه يتجاوز موضوع الضرايب ده. حتى برضو احجام التداول بدات في بعض الجلسات ان هي تتحسن، يعني السوق في سبيله لانه يتجاوز موضوع الضرايب، لكن احنا طبعا ما زلنا مصممين على ان الضرايب مش في محلها حتى لو السوق تجاوزها. وانا يعني بحذر وأذكر الإخوة في سوق المال بشكل عام، حتى لو السوق تجاوزها والسوق صعد بالرغم من وجود الضرائب، ما ننساهاش يعني مع السوق. ما زالت ضرائب التوزيعات ما زالت احنا شايفينها غير قانونيه، وما زالت ضرائب الارباح الراسماليه احنا شايفينها مش في محلها حتى ولو كانت الحجه ان هي موجوده في دول تانية. احنا في ظروف اقتصاديه مختلفه عن الدول، احنا في ظروف تنافسية، سوق المال المصري في ظروف تنافسية مع أسواق مال تانية، ما فيش عداوة لكن في تنافسية، احنا بنحاول نكتسب. احنا في ظل ظروف اقتصادية بنصدر فيها قانون للاستثمار بيهدف لجذب المستثمرين، فإذا كان فيه نية لفرض أرباح لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، احنا مش في الوقت المناسب لهذه الضرائب، التوقيت مش مناسب حتى لو السوق تجاوزها وصعد. إن شاء الله ده هيحصل يعني، لكن مهم ما ننساهاش. انا بس عايز اشير لنقطه مهمه، وهي ان ازاي اي جي اكس 100 اللي هو المفترض ان هو محصله باقي المؤشرات، يبقى هو اي جي اكس 30 و70 نازلين و100 مرتفع. ليه بقى هو مرتفع مع ان هو اصلا محصله اثنين منخفضين؟ يعني مش ممكن تجمع سالب وسالب يكون مجموعهم موجب يعني. ده السبب فيه هو اختلاف طريقة وزن الأسهم داخل المؤشر. ففي حين أن مؤشر إي جي إكس 30 بيتعامل
بطريقة الرأس المال السوقي للشركة بالكامل بتاخد وزن نسبي في المؤشر على حسب رأس مالها السوقي، ففي مؤشرات تانية بتتعامل حسب سعر كل سهم بغض النظر عن حجم الشركة ككل، وفي مؤشرات تانية مش موجودة في السوق المصري كل الأسهم متساوية في الوزن. فعشان كده الأوزان الطريقة طريقة الحساب ممكن تخليك بتجمع مؤشر سلبي ومؤشر سلبي، لكن في الآخر بنشوف المحصلة إيجابية. طب لو نظرنا إلى بشكل أكثر تفصيلا إلى أسهم المؤشر EGX 70، حضرتك شايف أداءها في جلسة تعاملات اليوم كيف كان، وتتوقع له أداء إيه في المستقبل القريب؟ أولا EGX 70 هو الأكثر هبوطا في جلسة النهاردة، فهو سلبي. لو إحنا بنتكلم في جلسة النهاردة الأكثر مبيعا الأكثر سلبية هو مؤشر EGX 70 والأسهم الصغيرة. لو بصينا على نظرة أعمق من كده أو نظرة أكبر من كده، مؤشر EGX 70 في اتجاه هبوطي من مارس 2014، من أول ما كان وصل عند مستويات 666 وقت ما أعلن المشير السيسي وزير الدفاع وقتها نيته للترشح لرئاسة الجمهورية، كان مؤشر 666، يعني نزل حوالي 200 نقطة من وقتها، يعني حوالي تلت قيمته، حوالي تلت قيمته. فهو في اتجاه هبوطي، وطبعا ما زالت الضغوط على هذا المؤشر متواصلة. أسباب هذا الضغوط وإزاي يعني نزيل هذه الضغوط اللي بتواجه أسهم هذا المؤشر أستاذ محمد؟ يعني احنا ما نقدرش ان احنا نستهدف مؤشر بعينه ان احنا نزيل الضغوط معي، لابد هو يكون يجتذب المستثمر للشراء في هذا في هذه الأسهم المكونة ليه. وانا من وجهة نظري ان يعني في هذه المستويات وفي ظل التحسن يعني على صعيد الاقتصادي في مصر والصعيد السياسي، الأسهم ديت فرص شرائية كلما حصل رمي قوي في السوق بيحصل فيها فرص شرائية للمضاربة فقط، لكنها حتى الآن غير قابلة لأن هي تكون أسهم استثمارية. طب بالنسبة للمستثمرين خاصة الصغار منهم اللي هم في المؤشر السبعيني وما زالوا يعني لديهم خسارة، اللي جوه حاجة واللي لسه بره معاه سيوله ما اشتريش حاجه تانية، اللي ما اشتريش ولسه يعني محفظته فيها سيوله، يعني طبعا ما نقدرش ننصحه بانه يشتري دلوقتي الا اذا كان طبعا بيضارب على اسهم معاه اصلا. اللي معاه اسهم اصلا في هذا المؤشر طبعا ما فيش مجال للبيع طبعا في هذه الاسهم في الوقت الحالي، يعني لازم عشان يكون بيبيع اجزاء يعني ضمن خطه استثماريه مثلا يهدف انه يشتريها باسعار أقل، أو أنه يشتري في أوقات الهبوط الشديد بهدف المضاربة وأنه يعمل ربح سريع لتقليل سعر التكلفة. يعني تاني اللي هو معاه أسهم في هذا المؤشر ما فيش مجال للنصيحة بأي حاجة للبيع مثلا إلا الاحتفاظ، خاصة طبعا لو كان محفظته مش كاملة الأسهم فيها جزء سيولة. أما اللي معاه أسهم لازم يعني فنيا لازم نشوف المؤشر عكس اتجاهه عشان نقدر نديله نصيحة انه يدخل فيه. تمام. طيب بالنسبة لأداء المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، شايفين ان الأجانب بيبيعوا، حضرتك دوت بيحمل دلالة ايه خاصة فيه منذ مارس الماضي؟ بيبيعوا في جلسة النهاردة، لكن جلسة امبارح وجلسة اول امبارح وجلسة اول امبارح كلها كان الأجانب متجهين للشراء، فعشان كده يعني اعتقد يعني النظرة للاقتصاد المصري هي يعني الاكثر مناسبة ان احنا نحكم بها على توجهات فئات المستثمرين. الأجانب بيتجهوا للشراء نظرا طبعا لان في يعني بس استاذ محمد كان يعني الاسبوع اللي فات واللي قبله كان في اتجاهات من قبلهم من قبل الأجانب للبيع، يعني بتلاقيها كانت مؤقتة. هي الغالبة حتى في بعض الجلسات زي جلسة النهاردة مثلا، لكن لما بتبص على الحركة الإجمالية بشكل عام يعني توجهات الأجانب بالعكس توجهات إيجابية يعني. لكن عموما يعني نظرة الأجانب للاقتصاد المصري أعتقد أن هي نظرة إيجابية، والسلوك العام بتاعهم مازال سلوك إيجابي، والتحركات السلبية في الأغلب في الفترة الأخيرة جاية من المستثمرين المصريين خاصة طبعا مع موضوع الضرائب. تمام. ليه من المصريين؟ هل موضوع الضرائب فقط وليه أصلا يعني المصريين متخوفين منه بخلاف الأجانب؟
يعني اعتقد ان موضوع الضرائب له اثر سلبي كبير على الجميع، على جميع الفئات سواء مصريين او عرب او اجانب. اذا لماذا تخوف المصريون بشكل اكبر من نظرهم الى اجانب مثلا؟ المصريين تحديدا كان لهم موقف خاص بيهم تجاه موضوع الضرائب. اولا لما حصلت احتجاجات وحصلت مواجهات مع وزير الماليه وظهور وزير الماليه اكتر من مره اعلاميا بطريقه لم ترضي المستثمري سوق المال، ده خلى التوجه السلبي كان اكتر عند المستثمر المصري. وكمان يعني كان في بعض الاحيان التحركات السلبيه كان بقى ليها اسباب سياسيه، سواء التحركات العسكريه في شبه الجزيره العربيه او احداث ارهابيه غادرة في خاصة في شبه جزيرة سيناء، دي كلها بيتأثر بيها أكتر المستثمر المصري. لكن في موضوع الضرائب زي ما قلت حضرتك، ظهور الإعلامي لوزير المالية بيكون تأثيره الأكبر عند المستثمر المصري مش عند المستثمر الأجنبي. تمام. بالنسبة لأحجام التداولات أو حجم التعاملات النهاردة بلغ حوالي 452 مليون جنيه، رأس المال ربح حوالي نص مليار جنيه. يعني رأس المال السوقي يعني لا تعليق عليه، لكن يعني من ناحية أحجام التداول، أحجام التداول هي دي المتوسط أحجام التداول في الفترة الأخيرة، لكن أنا يعني ما بدأت ما أقلقش من أحجام التداول، خاصة إن إحنا الأسبوع الماضي لما السوق المؤشر جاب 600 مليون، طبعا دي ما هياش احجام تداول يعني نقدر نقول بقى ان هي احجام تداول جيده وكده، لكن من الواضح ان احجام التداول السبب الاساسي في تراجعها هو الترند. ف طبعا ده تأثير له تأثير سلبي على المستثمر الأجنبي اللي موجود في السوق المصري، لأن كلما ازدادت الاختيارات قدامه يعني بتاخد من بعض. يعني لو هو قدامه الأول كان سوق مصر وسوق دبي، دلوقتي فتح قدامه السوق المالية الأكبر في المنطقة العربية وهو السوق السعودي. فبالتالي في جزء كبير من المستثمر الأجنبي اللي موجود في السوق المصري وفي أسواق الإمارات راح السوق السعودي، مع إبراء تحفيزي آخر في السوق الكويتية عندما يعني لغت الضرائب على الأرباح في السوق. بالضبط. لكن حتة التحديد نسبة المستثمر الأجنبي من السوق دي برضو حاجة من الحاجات اللي قللت من هذا التأثير السلبي. طبعا السوق السعودي بيتميز بالسيولة الكبيرة، وبالتالي هو يعني فرصة أحسن لأي مستثمر. طيب السهم ذو السيولة الأكبر هو السهم اللي بيكون فرصة فرصته أفضل في التداول. طبعا موضوع ان الكويت بتدي محفزات، السعوديه بتفتح للمستثمر الاجنبي، هي دي الاسباب اللي انا بقول لحضرتك مش ده الوقت اللي احنا لما بنيجي نفكر ان احنا نحط ضرائب على الارباح الراسماليه باي حجه كانت، حتى لو كانت حجه ان ما هو موجود في اسواق تانية، لكن احنا عندنا تنافسيه، في ظل هذه التنافسيه ما ينفعش ان احنا تنافسيه قويه كمان. بالظبط. فده يبقى الوقت ده مش مناسب للضرائب. تمام. الاستاذ محمد سعيد خبير اسواق المال، شكرا على تشريفك ضيفا كريما في حلقة اليوم من برنامج مؤشر أنين. شكرا يا فندم. شكرا.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مؤشر النيل مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل إن شاء الله. حلقة جديدة فانتظرونا وإلى اللقاء.